بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مشاهدي الأفاضل، سلام الله عليكم. جاء معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبعثه إلى اليمن، فقال النبي الكريم لهذا الشاب الكريم: بما تحكم إن عرض عليك قضاء؟ قال: يا رسول الله، أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أحكم بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجتهد أو لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على صدر هذا الشاب الكريم وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. هذا الحديث يضعنا أمام قضية كبرى في حياتنا الإسلامية وحياتنا العامة، قضية الاجتهاد. الاجتهاد مشاهدي الأفاضل هو حديث موضوعنا الحلقة. سنتحدث عن هذه القضية الكبرى في حياتنا نحن كمسلمين، كأفراد، كأمة، كمربين، كأساتذة. سنتحدث عن قضية الاجتهاد كرسالة ألزمهنا الله عز وجل، كرسالة استخلافية حضارية شهودية. هذه الرسالة العظمى رسالة الإبداع، رسالة فتح العقل، رسالة النهوض، نفض الغبار، غبار التاريخ وأيام الجمود. الاجتهاد هو قضية كبرى، قضية يتحدث عنها القرآن في كثير من الآيات، لربما تحدث فيها يعني عن أكثر القضايا حساسية التي تمس الإنسان المسلم. ما هو الاجتهاد؟ ما هي أصوله؟ ما هي ضوابطه؟ من هو الإنسان المجتهد؟ متى يكون الإنسان مجتهدا؟ لكي نتحدث عن هذا الموضوع بكل هذه التفاصيل، معنا في هذه الحلقة أستاذنا الفاضل، هذا الضيف الدائم الكريم، سيدي سعيد شبار. مرحبا بك. مرحبا. إذن قبل أن نتحدث عن حديث القرآن الكريم عن الاجتهاد، كيف نحدد مفهوم الاجتهاد في جانبه اللغوي أو جانبه الاصطلاحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا مفهوم الاجتهاد والمفاهيم الأساسية في ثقافتنا الإسلامية وفي فقهنا الإسلامي وفي حياتنا العامة، لهذا نحن بحسب المنهجية التي درجنا عليها، الاجتهاد إذا نظرنا إليه في لسان العرب السابق نجد أنه مطلق بدل الجهد واستفراغ الوسع في فعل أي شيء من الأشياء، نعم، سواء كان هذا الأمر متعلقا بعالم حسي أم بعالم معنوي، نعم. لذا يقال يعني جاهد الشخص نفسه في حمل صخرة أو في حمل أي شيء ثقيل، أجهد دابته إذا أتعب عليها، ويقال أيضا أجهد فكره إذا أتعبه، وأجهد رأيه إذا أتعبه، نعم. وهذه المعاني كلها واردة يعني ومتعددة في اللسان العربي. إذا لم يكن هناك استفراغ للوسع فليس هناك اجتهاد، يعني لا يمكن أن نسميه جهدا. جهد، نعم، يعني الجهد هو أن تبذل الجهد فعلا، نعم، وأن تستفرغ الوسع فعلا في أن تفعل شيئا ما. يعني إذا فعلت شيئا وأنت مستريح ولم يكن فيه بذل الجهد ولا استفراغ الوسع، طيب الحالة غير مشمول بمادة جهادة، نعم، التي الأصل فيها هو بدل هذا الجهد، نعم، واستفراغ هذا هذا الوسع. سنرى بأن المفهوم القرآني يحمل هذا البعد، يعني مفهوم جاهدوا في الله حق جهاده مثلا، وهو هنا نحن أمام مفهومين لهما جذر واحد، نعم، عندنا الجهاد وعندنا الاجتهاد، الاجتهاد، وكلاهما من مادة جهادة، نعم، مادة جهادة. نحن الآن أمام مفهوم الاجتهاد، نعم، الاجتهاد. أغلب حديث القرآن في مادة جهادة هو عن الجهاد، الجهاد، نعم، وبطبيعة الحال الجهاد معناه الواسع القرآني، نعم، بما فيه جهاد، نعم، النفسي وجهاد الفكري وجهاد التربية وجهاد إلى آخره، نعم. لكن بالنسبة لمفهوم الاجتهاد، نحن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم سوف نجد أنه قليل استعمال، حوالي
أربع أو خمس آيات التي تتحدث عن الجهد أو عن الجهد، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. جهد أيمانهم، نعم. يعني قيل هي الأيمان المغلظة، قيل هي الأيمان المؤكدة، وهذا لم يسبق حتى في لسان العرب. أنا وقفت على ما قاله الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير وقال هذا استعمال جديد، يعني في أن يجعل تجعل مادة جهد وأن تضاف إلى القسم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وردت صيغة والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني الجهد كذلك ورد في هذا المكان. إذن الاستعمال القرآني عموما يعني محافظ بشكل أو بآخر على استعمال لغوي السابق عليه، أي أن هذا إذا غضضنا الطرف عن مفهوم الجهاد الذي هو اشتقاق آخر من مادة جهاد، إذن لم يرد في القرآن بناء معين منهجي للاجتهاد كحركة فكرية منظمة، كحركة، وإنما ورد بالمعنى المطلق الكلي الذي هو استفراغ الوسعي والطاقة في الشيء، في فعل الشيء. نعم، هل يمكن أن نضيف شيء على هذا التعريف؟ مثلا هو استفراغ الوسع على غير مثال سابق مثلا، كي نفهم بأن لا ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. لا، الذي يمكن أن نضيفه هو أن لمفهوم الاجتهاد ضمائم في استعمال القرآني، وأسرة أخرى مفهومية تؤكد نفس المعنى من منطلقات أخرى أو بأسماء وألفاظ أخرى. مثلا عندما نجد دعوة القرآن إلى التفكر وإلى التدبر وإلى الاعتبار وإلى النظر وإلى الإبصار، يعني هذه كلها محفزات على بذل الجهد وعلى إمعان النظر في فعل شيء معين أو في الاستيعاب أو في تحقق بتكاليف الإسلام أو في الاعتبار بالقصص الماضية أو في فهم الآيات والسنن إلى غير ذلك. إذن هذا كله، هذه كلها يعني تدخل داخل نسق الممارسة الاجتهادية التي يبذلها الإنسان المسلم في القرآن الكريم. صحيح، نعم. لكن نحن هنا نتعامل مع مفهوم اصطلاحي حمل دلالة معينة، يعني في التطور الفقهي والأصولي والتاريخي للإسلام. قبل أن نتحدث عن هذه الدلالة الأصولية، ربما سنأتي إلى الاجتهاد إن شاء الله في المدارس الفقهية والأصولية، لكن نرجع إلى التحديد القرآني، لأن القرآن الكريم تحدث عن قضية الجهاد، قضية الاجتهاد، قضية الجهد، الجهد، يعني هذه الاشتقاقات اللغوية وهذه الاشتقاقات أيضا الشرعية، يعني ذات أبعاد مختلفة، لأن القرآن الكريم لا يقسم اللفظ أو يشتق منه يعني منظومة ألفاظ معينة مختلفة إلا لسبب معين، وهو أن هذا الاجتهاد حمال لأوجه متعددة في الحياة. أذكر هنا حينما يتكلم الله عز وجل عن التدبر، أفلا يتدبرون القرآن، هذا استفراغ للجهد، يعني حينما تحدث عن الفكر ينبغي الإنسان أن يبلغ أعلى درجة من استفراغ الطاقة الذهنية، يعني هذه المادة الرمادية ينبغي أن تستخرج بشكل قوي جدا، وإلا فالإنسان سيعيش حالته الاسترخائية الذهنية التي تولد له كما سنرى مفهوم التقليد. هل القرآن يعني دقيق في هذه المعاني أستاذي؟ لا، هذا صحيح، ولهذا القرآن الكريم يعني حفز الإنسان إلى أن يمارس اجتهاده من مداخل متعددة، يعني من مدخل فكري، يعني من مدخل الاعتبار النفسي، من مدخل الاجتماعي، من كل هذه المداخل نجد أن القرآن يدعو الإنسان إلى أن يكون فعلا كائنا فاعلا، لا يكون يعني كلا أو سلبيا، لا، ينبغي أن يكون بادلا للجهد ومستفرغا للوسع، يعني في العلم، في العادة، في العبادة، في كل شيء، في كل شيء. ولهذا دعوة القرآن إلى التفكر وإلى التدبر وإلى الإبصار وإلى الاعتبار وإلى النظر، هذه دعوة مفتوحة على كل الآيات. نعم، على كل الآيات، سواء تعلقت بآيات النص أو بآيات الأنفس أو بآيات الآفاق، وطبعاً حال كل آية يحددها السياق الذي وردت فيه. نعم، ولهذا اعتبر كثير من الباحثين أن الاجتهاد في القرآن جهاد. نعم، وأن الجهاد اجتهاد أيضا. نعم، إذن هناك علاقة جدلية بين المفهومين، ما دام من مادة اشتقاقية واحدة، لكن مفهوم الاجتهاد ينبغي أن نؤكد على أن له مرجعية قوية وأصيلة.
يعني إن لم تكن بالاسم واللفظ المباشر فمن خلال الضمائم التي تؤكد هذا المعنى، يعني التي تحفز الإنسان على أن يكون فعلا محركا لقدراته الفكرية التي وهبها الله تعالى. والدليل على ذلك أنا أؤكد هذا الكلام حياة الصحابة رضي الله عليهم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد حتى في علاقة هذا الجيل الفريد مع القرآن الكريم سنجد بأنه كان يتعامل باستفراغ أو باستعمال كافة الطاقات النفسية. سنجد أحيانا بأن الآية الواحدة أو السورة الصغيرة الواحدة كانت تشغل النبي صلى الله عليه وسلم الليل كامل، ونحن لا نتحدث هنا عن مبالغة بل نتحدث عن واقع. يعني حينما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة مثلا، أو كما قال الصحابي دخلت على النبي فوجدته رافعا رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، فبدأ يرددها ويرددها ويرددها، ثم ذهبت وتركته، رجعت بعد ساعة أو ساعتين وجدته يردد نفس الكلمة. طبعا هذه الجملة سمع الله لمن حمده قد يعني ننطقها بكل بساطة، لكن في أعماقها يعني أشياء كثيرة. العقل البشري في حالة الضمور والاسترخاء لا يمكنه أن يستوعبها إلا إذا عمق وجهد نفسه وجاهد نفسه. نحن الجهاد والاجتهاد ربما بالنا قد يمشي بعيدا، يعني نتحدث فقط عن الجهاد المادي والعسكري، لكن في الواقع جهاد الأمة كان في الأصل في البداية وكمشروع حضاري كان جهاده داخل القرآن الكريم أولا، منه خرجت الأمة. طيب ننتقل من القرآن إلى سنة النبي العدنان. نبينا الكريم كان يولي قضية الاجتهاد يعني مكانتها الصحيحة ومكانتها التي تليق بها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذجا في بذل الجهد واستفراغ الوسع بهذا المعنى الذي تحدثنا عنه. يعني ليس فقط في تبليغ الدعوة والرسالة وتوضيح البيان للناس، بل حتى في جانبه الشخصي التعبدي كما وردت الأحاديث بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وكان يحدث في ذلك فيقول أفلا أكون عبد شكورا. إذن هذا كله وارد في السنة النبوية الشريفة. لكن مفهوم الاجتهاد نحن ينبغي أن نتحدث عنه من الزاوية التأسيسية الفنية أو العلمية. وهذا الحديث المدخل الأساس الذي هو حديث الباب في هذا الموضوع، يعني حديث البخاري ومسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وكذلك الحديث الذي تفضلت بذكره حديث معاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن. أولا الحديث هنا مع السنة النبوية ينبغي أن ندرك دائما عندما ننتقل يعني من الحديث عن الاستعمال القرآني إلى استعمال النبوي الشريف، نجد أننا نتجه إلى شيء من التقنين والضبط. باعتبار أن السنة بيان للقرآن الكريم، وأن السنة تفصيل للقرآن الكريم، وأنها تنزيل لكثير من هذه الأحكام أو الكليات أو المجملات التي وردت في القرآن الكريم. ولهذا هنا نجد أنفسنا أمام وضع جديد داخل السنة النبوية في بناء مفهوم الاجتهاد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، والعالم طبيعة الحال الحاكم كان عالما في هذه المرحلة لأنه المرحلة الأولى، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طبيعة الحال هذا حديث مهم في الدعوة إلى الاجتهاد وفي التحفيز على الاجتهاد، بالشكل الذي نجعل الحديث النبوي الشريف يعطي أجرا للمجتهد المخطئ. مخطئ، نعم. طبيعة الحال المخطئ الأصل فيه أن لا ينال أي أجر، اجتهد فأخطأ يعني لا أجر له، إن لم يعاقب إن لم يعاقب صحيح. نعم. لكن الإسلام حريص على أن لا تفتر همة الاجتهاد لدى العالم، وعلى أن يبقى يعني متوقد الذهن متحفزا للفعل والحركة وللنظر والتدبر والتفكر على الدوام. وإن أخطأ هذه المرة فسيصيب في المرة الأخرى. طيب هذه الفكرة مهمة أستاذي الكريم، هذا الحديث لنا وقفة معه. مشاهدي الأفاضل نعود إليكم بعد الفاصل.
الأسرة، برنامج حواري يستضيف علماء ومختصين في قضايا تربوية واجتماعية بهدف إلقاء الضوء على مجموعة من القضايا التربوية والاجتماعية والتي تؤثر على الحياة الأسرية. مع الأسرة تلتقونه كل اثنين في الساعة 10 مساء على قناة السادسة. أسيدي على الليتي، هذا هو الوضوء اللي به كنصليو. هانتوما تبعوا مع هاد الشاب بعد ما خدا سطيلة ديال الماء ودارها على يمينه، غسل يديه ثلاثة المرات، ثم غسل فمه ثلاثة المرات، ثم غسل نيفو ثلاثة المرات، ثم غسل وجهه ثلاثة المرات، وعاود غسل يديه ثلاثة المرات، ولكن هذه المرة حتى المرافقو. ثم مسح راسو، مسح ودنيه مرة واحدة، في الاخر غسل رجليه ثلاثة المرات. هذا هو الوضوء، سهل ماهل. منساوش راه هو عبادة كيغفر به الله الذنوب ويرفع به الدرجات، وغير سطيلة ديال الماء تكفي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. خويا المؤمن، اختي المؤمنه، هذا خونا المؤمن، صلى صلاه العصر 4 ركعات كلها بالسر، 2 ركعات بالفاتحه والسوره، دار التحيات وعاود ناض وجاب 2 ركعات اخرين غير بالفاتحه بوحدها، وتحى وسلم وهكذا كمل صلاته. يلا تنتم نوضوا صليوا صلاتكم ما تعكزوش، الله يتقبل منا ومنه ومنكم. مشاهدي الأفاضل، نعود إليكم مرة أخرى مع مفهوم الاجتهاد. كنا قد وقفنا أستاذي الكريم عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. قد يفهم الاجتهاد الصائب من حيث أجره، لكن لا يفهم الأجر عند الخاطئ، كيف نفسر هذا الحديث؟ طبعا هو كما ذكر العلماء، الأجران للمجتهد الأول هو أجر، يعني أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. يعني الأجران أحدهما للاجتهاد، لأنه بدل للجهد واستفراغ للوسع وإمعان للنظر وتقليب للأدلة وما إلى ذلك، يعني هو فيه تعب كبير جدا.
إذا الذي يفعل كل هذا يؤجر. نعم استحق. بغض النظر عن الخطأ أو الإصابة. نعم. إذا أصاب يضاف له أجر الإصابة. إذا فهذا شيء رائع فعلا عندنا في الإسلام. نعم. وفي تحفيز العقل يعني على الإبداع وعلى الاجتهاد وعلى التجديد وعلى التفكر والتدبر إلى غير ذلك. الثاني إذا مارس كل هذه الأشياء وأخطأ فينبغي أن يكون له أجر. التدبر وتقريب الأدلة والنظر فيها واستفراغ الوسع إلى غير ذلك. لكن هنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه إليها وانبه إليها العلماء، وهي أن المجتهد هنا المأجور وإن أخطأ هو العالم وليس أي شخص. يعني العالم العارف بالأدلة والعارف بقواعد الاجتهاد ومتوفرة فيه شروط معينة اشترطها العلماء في المجتهد، ليس كل الشروط التي اشترطها لأن فيها مبالغة ربما سنأتي على ذكرها، ولكن فيه حد أدنى يعني من الشروط التي تؤهله للاجتهاد. وهذا يقارنه بالطبيب مثلا. الطبيب قد يجري إذا كان اختصاصه الطب وطبيب حقيقة وخريج كلية الطب كما يقال، اجتهد في عملية وأخطأ. فالطبيب الحال لا يعاقب الطبيب على خطأه في عملية لأنه طبيب، وإن أخطأ في واحدة فأصاب في عشرات لربما. لكن إذا لم يكن طبيبا وأجرى عملية يعاقب. يعاقب لأنه دخل إلى مجال ليس مجاله وإلى اختصاص ليس اختصاصه. وإن أصاب. ولذا يقولون المجتهد العالم مأجور وإن أخطأ، وغير العالم إذا اجتهد وإن أصاب فهو مخطئ. لماذا؟ لأنه لا ينبغي له أصلا أن يمارس شيئا من اختصاصه، لأنه إن أصاب مرة فسيخطئ عشرات المرات. شأن هذا الطبيب الجاهل الذي أجرى عملية فنجحت يعني بالصدفة بين قوسين. فسوف يعني تكون عنده عمليات غير ناجحة. لا شك كثيرة جدا. نعم. إذن هذا القيد احترازي يعني. نعم. من العلماء كي يكون الاجتهاد كما يقولون من أهله وفي محله. نعم. من أهله وفي محله. نعم. ولهذا هنا هذا الحديث يؤكد هذه المسألة أو يعطي لمعنى الاجتهاد بعدا لا نقول اصطلاحيا مكتملا ولكن بعدا تأسيسيا للمنح الاصطلاحي الذي سيأتي فيما بعد. نعم. وهو حصر الاجتهاد في استفراغ الوسع وبدل الجهد في الأدلة من أجل التوصل إلى حكم شرعي. نعم. من أجل تحصيل حكم شرعي، وهو هذا التعريف الذي سيأتي عند الأصوليين فيما نعم. بعد. نعم. طيب إذن هذا الحديث واضح في أنه يجعل الاجتهاد منحصر، وهذا لم يكن استعمالا قرآنيا. أو ربما نجد له بعض الأدلة القرآنية يعني كقول الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. يعني الاستنباط فعلا عملية لتجميع أدلة والنظر. نعم. فيها من أجل الخروج بعلم حكم معين. نعم. إلى غير ذلك. عندما نرجع إلى الحديث نفسه نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يحفز على الاجتهاد وبدل الوسع واستفراغ الطاقة، وأيضا فهو يضع لنا بعض المتاريس حول قضية أخرى في الشطر الأول في الحديث. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، اجتهد فأصاب فله أجران. لأنه قد يقول الإنسان أنا أجتهد والنتائج يتولاها الله كما يقول كثير يعني أجتهد، لكن قلبه ليس دائما على النتائج، يعني لا يعلق نفسه ولا يبذل الجهد في تحقيق النتائج وضبط النتائج، لذلك يتركها يعني هكذا مسيبة يعني بدون نظر وبدون تحقيق. سنجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الجهد وحرص على النتيجة لكي لا يبقى الجهد يعني هكذا بدون نتائج. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهد كما ذكرت، كان يجتهد يحفز على الاجتهاد، ولأدل على ذلك حديث العصر أو لا يصلي أن العصر أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طبعا هذا الحديث يدل على أن الصحابة اجتهدوا في الصلاة، منهم من صلى في مكانه حينما سمع الأذان، منهم من يصلي إلا حينما وصل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك لهم يعني قضية الصواب لكلتا الفريقين،
قال العلماء هذه فيها مشروعية الاختلاف، والاختلاف هو اجتهاد. الصحابة يجتهدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس فقط يسمح للصحابة بالاجتهاد بل يدفعهم إلى ذلك دفعا، كما ذكرت في الحديث عندما رجعوا وقال النبي وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض لهم، يعني صوابا الفريقين معا، هذا مصيب وهذا مصيب. وهذا كثير في السنة النبوية، يعني من حيث دفع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الاجتهاد وإلى بذل الجهد. وأحيانا كان يسأل في النازلة فيترك للصحابي الإجابة عنها، وأحيانا يسأل الصحابي فيقال له وما ترى أنت في هذه القضية إلى غير ذلك. هنا نحن أمام حديث آخر له نفس القوة والدلالة التي للحديث الأول في موضوع التأسيس لمفهوم الاجتهاد بهذا المعنى الذي تحدثنا عنه، هو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن وقال له بما تقضي إذا عرض لك قضاء، قال بكتاب الله بسنة رسول الله فإن لم يجد فيجتهد رأيه. طيب هذا الحديث أولا هناك من دافع عنه بقوة كابن القيم الجوزية، باعتبار أنه حديث ينسب إلى معاذ بن جبال وكان هناك شهود مع معاذ بن جبال غير ذلك، وهناك من ضعفه كابن حزم خصوصا واعتبر أن هذا الاجتهاد ضعيف وفيه انقطاع يعني ابن حزم في واقع عندما يضعف هذا الحديث هو منسجم مع طرحه في إنكار قياس أصلا وفي إنكار رأي، لأن الاجتهاد بالنسبة له من هذا المنظور هو رأي، خاصة في الـ في الـ في الرواية أجتهد رأيي ولا آل، وبالنسبة له القول بالرأي يعني مسألة مذمومة بإطلاق. هذه نزعة مذهبية، هذه نزعة مذهبية ظاهرية معروفة عند ابن حزم، فهو بالنسبة للأصول عنده الكتاب والسنة والإجماع فقط، وحتى الإجماع هو يقف عند إجماع الصحابة يعني وليس بعدهم، ولا يقول بقياس ولا استحسان ولا ونجده يلتمس رواية أخرى لهذا الحديث فيها أم الحق وجهي، ليس فيها أجتهد رأيي ولا آلو ولكن فيها أم الحق وجهي، قال فإن لم تجد قال أم الحق وجهي، إذن مشكلته هو مع أجتهد رأيي أجتهد رأيي. لا بغض النظر نحن عن الخلاف الدائر بين العلماء حول الحديث النبوي، هل هو حديث شاهد في الباب وحجة في الباب أو ليس شاهدا، ربما هذا الخلاف ليس موضوعا الحلقة. المهم الذي نستفيده من هذا الخلاف أن تم اجتهادا يمارس من خلال الأصول، من خلال النظر إلى الأصول القرآن السنة أجتهد. وهذا صحابي يتحدث، يعني لو طالت المدة وكنا مع تابعي أو أحد أتباع التابعين لكانت الإحالة إلى مرجع الصحابة أنفسهم، يعني أنظر في اجتهاد الصحابة إلى آخره كما يقول التابعون. إذن هنا في الاستعمال النبوي لمفهوم الاجتهاد نجد أنفسنا أمام استعمال جديد يقنن حركة الاجتهاد ومصطلح الاجتهاد بالشكل الذي يصبح عنوانا على استنباط الأحكام الشرعية، على استنباط الأدلة، على استنباط عفوا الأحكام الشرعية، يعني من أدلتها إذن هذا شيء فعلا هو الذي سوف نجد الأصوليين يستثمرونه فيما بعد. لكن أنا بالنسبة للشيء المهم أيضا في موضوع الاجتهاد هو أن نحافظ كذلك على الاجتهاد بمعنى العام. هذا اجتهاد خاص يمارسه العلماء، والاجتهاد العام تقصد الاجتهاد العام هو حركة المجتمع، حركة الأمة، حركة كل فرد داخل هذه الأمة، استفراغ الوسع وبذل الطاقة، يعني من أجل كما قلنا من أجل العلم، من أجل العادة، من أجل العبادة، من أجل الطاعة، من أجل كل شيء. لا بد أن يكون كل فرد في الأمة له حظ ونصيب من بذل الجهد واستفراغ الوسع في فعل شيء يعود عليه وعلى هذه الأمة بالخير. ليس هذا وحسب، هذا تكليف عام. لفظ الاجتهاد أنا وقفت من خلال تتبعي الأحاديث الواردة في هذا الباب على أن ثمة أحاديث
مثلا حديث من ولي من أمور المسلمين شيئا ولم يجتهد في نصحهم لم يدخل معهم الجنة. إذا الاجتهاد ضروري لدخول الجنة. نعم، هذا ولي الأمر ينبغي أن يكون ناصحا للأمة، يعني أن يجتهد في نصح الأمة وفي قيادتها إلى الخير. حديث لطلحة حديث رائع في هذا الباب، يقول جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بلي، بلي هذا مكان اسم مكان، وكان أحدهما أكثر اجتهادا من الآخر، وكان إسلامهما معا، أي دخلا إلى الإسلام في وقت واحد. ورأى طلحة في منامه أن الصحابي الأكثر اجتهادا توفي شهيدا وتوفي الآخر وفاة عادية ودخل قبله الجنة، فأصبح طلحة يحدث الناس بذلك. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال ومما تعجب؟ قال يا رسول الله هذا كان أكثر اجتهادا من صاحبه ومات شهيدا، والآخر كان أقل اجتهادا منه ودخل قبله الجنة. الشاهد عندنا هو الأحاديث التي ورد فيها لفظ الاجتهاد. لماذا نأتي إلى تداول عام ورد فيه مفهوم الاجتهاد بالمعنى الخاص الذي هو استنباط الأحكام من أدلتها، وهذا طبيعة الحال للعلماء، والاجتهاد بمعناه العام الذي يحرك الأمة ويجعلها أمة دائما مجتهدة بانية فاعلة للخير، يعني دائما إيجابية، يعني كل القيم السلبية لا يمكن أن تجد سبيلها يعني إلى هذا الكيان وهذا الجسم المحصن المعافى، يعني بهذه الإيجابية والفاعلية في الاجتهاد. إذن هنا نحن أمام مفهومين للاجتهاد، مفهوم عام ومفهوم خاص. طيب، هذه النقطة نقطة أساسية تحتاج إلى بعض التفصيل، وبخاصة في اجتهادات الفطاحل والفحول من الصحابة رضوان الله عليهم. هذه الفكرة سنعود إن شاء الله إليها. مشاهدي الأفاضل، لنا عودة بعد الفاصل. الكتاتيب القرآني بلدا خادما لكتاب الله جل في علاه، طباعة حفظا وتجويدا. الكتاتيب القرآنية رحلة تاريخية تصل بين ماضي وحاضر مؤسسات علمية عريقة. الكتاتيب القرآنية بمشاركة نخبة من خيرة العلماء والفقهاء المغاربة الذين لهم حضور متميز في الحقل العلمي والمعرفي في ميدان التعليم العتيق. مشاهدي الأفاضل، نعود مرة أخرى معكم ومع مفهوم الاجتهاد. أستاذي الفاضل، تحدثنا عن قضية الاجتهاد كقضية محورية في وجود الإنسان المسلم ككل خلال القرآن خلال السنة. الآن نريد أن نتحدث عن الاجتهاد في حياة الجيل الأول وهم الصحابة رضوان الله عليهم، يعني الاجتهاد كقضية في حياتهم، بخاصة أننا قد نسمع أو قد نقرأ أو قد نكتب بأن هؤلاء يعني كانوا نصيين، يعني كانوا ينحون منح القرآن والسنة ولا يفكرون ولا يستعملون عقولهم. طبعا هناك كثير من المقالات أو كثير من الكتب التي تحدثت عن هؤلاء الناس بأنهم أناس شريعة، أناس نصوص، أناس يعني حرفيين، أناس لا ينسجمون مع واقعهم. كثير من الأشياء قد نسمعها في هذا السياق. الصحابة رضوان الله عليهم كما نعلم كانوا عقول كبيرة، وكانوا لديهم كثير من العبقريات التي تفجرت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه العبقريات معاذ، يعني الذي ذكرناه في الحديث، معاذ بن جبل حينما كان يجتهد كان إمام المدينة في الاجتهاد رغم حداثة سنه،
وهو الصحابي الوحيد الذي خرج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، فاهتزت المدينة لخروجه. المدينة كلها محتاجة إلى هذا العالم الصغير أو هذا العالم الشاب. عمر رضي الله عنه يعني عقله الكبير في موافقاته مع القرآن الكريم، يعني أبو بكر رضي الله عنه، زيد بن ثابت، ابن عباس، يعني هؤلاء الفطاحل، هل كانوا بالفعل مجتهدين حقا؟ وطبعا جيل الصحابة رضوان الله عليهم طاقات اجتهادية كبيرة جدا، ولهذا نحن نجد المدارس التي ظهرت في التاريخ فيما بعد بما في ذلك المدارس الفقهية، يعني نجدها تؤصل لنفسها، والمدارس التفسيرية والمدارس الأصولية والمدارس الكلامية كلها تؤصل لنفسها في جيل الصحابة. نعم. فتستند إلى فتستمد شرعيتها من هذا الصحابي أو ذاك. نعم. إلى آخره. ولهذا الاتجاه الأثري يحاول أن يسند نفسه إلى عبد الله بن عمر وإلى عبد الله بن عباس وغيره. اتحاد الاتجاه الرأي مثلا يحاول أن يسند نفسه إلى ابن مسعود وعمر بن الخطاب إلى آخره. على كل حال هذه محاولات أنا أقول، لكن لا يمكن أن ننسب إلى هذه المرحلة أنها مرحلة نصية أو حرفية أو فيها جمود. بالعكس، يعني هذه المرحلة هي مرحلة النموذجية الأولى التي تمثلت قيم الإسلام في استيعابها وفي شمولها وفي امتدادها. ولهذا كثير من التنظيرات والتقعيدات التي جاءت فيما بعد يعني كلها استلهمت من هذه المرحلة، وكلها حاولت أن تؤصل لنفسها في هذه المرحلة. ولهذا يمكن أن نقول بأن كل صحابي كان مدرسة، مدرسة كبيرة يعني في الفهم وفي الاستيعاب وفي التطبيق إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل معاذ أو كان يرسل غيره من الصحابة فعلا كان يكتفي بشخص ويرسله إلى مصر من الأمصار فيفعل فيهم ويؤثر فيهم بشكل كبير جدا. إذا كانت هنالك حركية وكانت هنالك دينامية، هي هذه التي عبرنا عنها بالاجتهاد العام الذي ينبغي أن يبقى روحا سارية في الأمة. نعم. ونفسا تتنفسه الأمة في كل زمان وفي كل مكان، باعتبار أن هذه الأمة أمة مجتهدة ومدعوة باستمرار إلى الاجتهاد، أي مدعوة باستمرار إلى أن تبذل الوسع وتستفرغ الجهد والطاقة في كل شيء تقوم به، سواء تعلق الأمر بعادتها أو بعبادتها أو بعلمها أو بعملها أو بأي شيء. عمر بن الخطاب الذي تحدثت عنه طبيعة الحال مدرسة اجتهادية يعني كبيرة جدا، والصحابة كانوا يختلفون فيما بينهم، هذا شيء معروف في التاريخ، وحتى الفقهاء أصلوا يعني لاستنباط يعني أحكامهم من الأدلة، فكانوا يقول القرآن والسنة وما أجمع عليه الصحابة. نعم. أو ما اختلفوا فيه تخيرنا منه إلى غير ذلك. نعم. إذا فمرحلة جيل الصحابة هي مرحلة عطاء فعلا، لأنها الجيل الذي تربى في بيت نبوة. نعم. المدارس الإصلاحية الحديثة المتأخرة يعني بما في ذلك المدرسة الإصلاحية السلفية وغيرها، شعارها الذي ترفعه هو العودة إلى الأصول قبل ورود الخلاف. نعم. بمعنى العودة إلى مرحلة الصحابة حيث لم يكن الخلاف بين الفرق والمذاهب والطوائف إلى غير ذلك، وحيث كان التعبير على قيم عن قيم الإسلام تعبيرا واقعيا يستحضر يعني القيم الإسلامية الحقيقية. نعم. في شمولها وفي استيعابها. نعم. طيب عفوا، إذا رجعت إلى اجتهاد عمر رضي الله عنه، ونعرف هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على الاجتهاد، يعلمهم الاجتهاد، يحفزهم على الاجتهاد، يحفزهم على معنى الإبداع الحقيقي، يعني على إطلاق كافة الطاقات الذهنية والقلبية والنفسية. سنجد بأن حديثه مع معاذ في لحظة ليس هو حديثه مع أبي ذر الغفاري مثلا في لحظة أخرى، أو حديثه مع عمر في لحظات، أو حديثه مع أبي بكر الصديق، أو حديثه مع طلحة، وهكذا دواليك مع ابن عباس وزيد وغيرهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف كنها
الرجال الذين يحيطون به، كان يعرف الطاقات التي تحيط به، فهذا أقرأكم أبي وأفردكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام وعاد وحبر الأمة يعني في التفسير ابن عباس والصديق جمعة، يعني كان يستشعر هذه الطاقات الإبداعية الموجودة المحيطة به. هؤلاء الرجال لا شك لم يكونوا ملائكة ولا صديقين ولا أنبياء، كانوا رجال، كان فيهم صدق وكان فيهم إخلاص وكانوا صحابة للنبي الكريم، لكن سنجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلمس فيهم ذلك البعد الاجتهادي، لأن سنجد أن اجتهاد أبي ذر الغفاري فيما بعد ليس هو اجتهاد معاذ، سنجد بأن اجتهاد أبي ذر منحى اتجاه إلى السلطة، سنجد بأن معاذ نحى بالاجتهاد إلى المعنى التجزئي والتفصيلي، سنجد بأن ابن عباس كانت لديه اجتهادات سياسية وأيضا فقهية، سنجد بأن زيد تخصص يعني في جمع القرآن وفي الفرائض وكان لا يبارى في هذا المجال، كل له تخصصه. طيب أعود إلى عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه الذي وافق القرآن في التنزلات، لديه قصة جميلة جدا أحب منك أن تعلق عليها، لأنها هي عمق هذا الاجتهاد. نحن الآن أمام نص وأمام عقل يستوعب هذا النص وأمام واقع ينزل في هذا الاستيعاب. إذن جاء المؤلف قلوبهم إلى عمر وهو أمير المؤمنين، قالوا له إننا نريد حظنا من بيت مال المسلمين. قال لهم هل لديكم دليل على ذلك؟ قالوا القرآن الكريم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده القرآن يتحدث عن قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفعل النبي وفعل خليفة النبي، إذن ثلاث أدلة صحيحة سليمة من الناحية النصية الأثرية. لكن عمر رضي الله عنه كما تعلم لم يعطهم، فلما سألوه قال لهم لما كان الإسلام محتاج إليكم أعطاكم المال وأنتم أغنياء، وأما الإسلام اليوم فهو عزيز قوي لا يحتاج إلى إسلامكم ولا يحتاج إلى كونكم مسلمين ولا إلى عددكم وعدتكم، فإن شئتم فأسلموا وإن شئتم فافعلوا أي شيء، فلم يعطهم. إذن علماء الأصول سيضعون قواعد وفق اجتهاد عمر ويقولون بأن العلة تدور، الحكم يدور مع العلة وجود وعدما. أريد منك أن تعلق على هذه القصة. هو هذه تدخل في اجتهادات كثيرة لسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، قضية المؤلفة قلوبهم وقضية توزيع سواد العراق وقامة حد السرقة المجاعة، اجتهادات أخرى كثيرة. سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كان له بعد نظر استشرافي، وطبيعة الحال كان مدركا فعلا لمقاصد وإلى الأحكام. بعد نظر يعني خاص به عفوا، يعني خاص به أم أنه اجتهاد؟ لو كان فيكم محدث لكان عمر الخطاب، وأنت ذكرت أن القرآن الكريم كان ينزل موافقا لرأي عمر في أكثر من، حتى كتب العقاد أعتقد موافقات عمر الخطاب. فعلا سيدنا عمر كانت له هذه الخصوصية، وكانت له كان له هذا الذي يشبه الإلهام أو التحديث من السماء. لو جاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي فلانا محدثا لكان عمر الخطاب. إذن فكان له هذا بعد نظر. إذن ولكن المسألة الأساسية، لأن كثيرا من الناس يريدون أن يفعلوا ما فعل عمر الخطاب وأن يجتهدوا وأن يوقفوا حدودا وأن يلتمس لذلك علالان وأن لا، عمر الخطاب أولا كان يفعل هذا وهو إمام، يقود وهو خليفة للمسلمين، إذن من موقعه كإمام كانت له هذه الصلاحية، وكان بإمكانه أن يأمر بفعل أو ترك فعل آخر أو يجتهد في قدر هذه المصلحة إلى آخره. هذا أولا. ثانيا عمر الخطاب لم يكن يفعل هذا وحده، كان دائما يستشير مع الصحابة. قضية ولا أبا الحسن لها، فكان علي وكان كبار الصحابة كلهم يعني يجلسون إلى عمر الخطاب فيستشيروا معه. ثم يأخذوا الرأي الذي أجمعت عليه الأغلبية، وبالإقناع وبالتشاور وبالتداول في الرأي. إذن تم سلسلة يعني من الإجراءات كان يقوم بها سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، وإن كان هو مؤهلا لأن يفعل لكنه كان يوسع دائرة الشورى من أجل اتخاذ أي قرار من هذه القرارات.
طبعا في هذه النازلة هو له هذا الوعي وهذا الإدراك. الإسلام عندما كان يعني في طور النشأة وفي طور التكون ومن أجل دفع أذى الخصوم عنه كان يتألفهم بشيء من المال، لكن عندما عز الإسلام وأصبح قوة له وجودها ولها سلطتها فلماذا يتألف هؤلاء؟ نعم. إذن هم إن أرادوا الإسلام حبا في الإسلام فليدخلوا في الإسلام، إذا لم يريدوا الإسلام فهذا شأنهم. نعم. لكن أن يبقى الإسلام في نفس الوضعية مع تغير الأحوال ومع تغير يعني الموازين القوى فبالنسبة له هذا شيء يعني لم يعد له مبرر. نعم. يعني لوجوده أو لم. نعم. يعد لنا أستاذ الفاضل في حقيقة هذا التعليق مهم جدا على هذه الواقعة. لنا إن شاء الله حديث عن موضوع الاجتهاد في حلقات مقبلة. شكر الله لك أستاذي الفاضل. مشاهدي الأعزاء، تحدثنا عن الاجتهاد في القرآن، رأينا أن القرآن عنوان محفز للعقل، عنوان محفز للقلب، عنوان محفز للذهن كي يخرج من سباته، كي يخرج من نومه. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أنه باب عظيم من أبواب الاجتهاد وحتى العقل على البحث والدراسة. لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.